إذا مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى مفدينا من المنطقة الخضراء محمد فراس، أهلا بك زميلي. بداية خذنا في جولة معك لمعرفة ردود الفعل الشعبية فيما يتعلق بتغريدة الصدر وأيضا بوزير الصدر الأخيرة عندما قال بأن هذه التظاهرات ما خرجت إلا ضد البرلمان المعطل، حتى نعرف أيضا أكثر ردودهم فيما يتعلق برفض التيار الحضور في الجلسة والدعوة التي أقامها السيد مصطفى الكاظمي. تفضل. نعم، يدخل الاعتصام المفتوح في أسبوعه الثالث ولربما سيتجاوزه في الأيام القادمة. الاعتصام مفتوح لربما سيستمر لأكثر من شهر، قد يتجاوز الشهرين أيضا إن لم تتحقق المطالب التي بدأ على أساسها الاعتصام الحالي. المعتصمون منذ بدايتهم كانت إحدى مطالبهم هي عدم الحوار مع أي جهة كانت حتى تحقق جميع المطالب التي رفعها المعتصمون، وهو إلى الآن متمسك هذا الاعتصام بمطالبه، بسقف المطالب الذي هو حيز الجريان، وإلى الآن لم يتغير شيء منه، لا بسقف المطالب ولا بعناوينه. واحدة منه كانت هي ضرورة عدم المشاركة في الحوارات التي تجرى في البلد. الاعتصام مستمر، المعتصمون كردود أفعال بيّنوا تأييدهم لما جاء في تغريدات صالح محمد العراقي وأيضا تغريدات السيد مقتدى الصدر فيما يخص عدم الجلوس بطاولة واحدة مع الجهات التي تحاول تمرير أجنداتها. بالتالي هم مؤيدون لكل الخطوات التي يسير عليها الاعتصام إلى غاية الآن، وجميع الخطوات التي تدار من قبل قادة الحركة وقادة التظاهرة. الاعتصام بخيم المعتصمين قد تكون ليست ساعة الذروة، ساعة الذروة بعد زوال الشمس وبعد انخفاض درجات الحرارة تكون بعد الساعة الرابعة والساعة الخامسة، يكون عدد المتوافدين أكبر بكثير من هذا الحالي، خصوصا أن هنالك من هو منشغل بأعماله بدوام الرسمي، بعد انتهاء دوام الرسمي سيكون هنالك توافد أيضا، خصوصا أن اليوم تشهد المشهد السياسي يشهد تحركة سياسية معينة، بالتالي سيكون هنالك حضور أكبر بعد ساعة أو ساعتين من الآن تأييدا لتوجه هذا الاعتصام المفتوح أو كما تسمى بثورة عاشوراء. نعم، طيب فيما يتعلق بتظاهرات الجانب الآخر من الخضراء أو على أسوارها تظاهرات الإطار، هل تتوفر لديك أي معلومات عنها؟ إلى أين وصلت هذه التظاهرات؟ هل فعلا أنه ستنسحب بعد قليل والخيم أيضا ستزال؟ نعم، هذا معتمد على ما سيصدر من القيادات بقرارات إما الانسحاب أو البقاء. يوم أمس كانت البوادر تكون باستمرار الاعتصام ولم يكن هنالك أي بادرة للانسحاب، وهذا أيضا معتمد إن كان هنالك نتائج إيجابية من الحوار الذي انطلق قبل ساعة من الآن، قبل وقت ليس بالطويل من الآن. بالتالي كل الأمور أو أغلب الأمور في الجانب الآخر ليست بيد المعتصمين إنما بيد قياداتهم، إن قالوا لهم ينسحبوا سينسحبون وإن قالوا لهم تستمر الاعتصام فيستمرون، لكن إلى يوم أمس لم تكن هنالك بوادر لتغيير وجهة الاعتصام لتحويله إلى تظاهر ومن ثم الانسحاب أو الانسحاب بشكل مباشر. نعم، إذن موفد التغيير من المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد محمد فراس، شكرا جزيلا لك زميلي.